هي ذكي صباح الخير. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي وصباح الخير على كل المصريين في كل مكان. وحلقة يوم الحد، والحقيقة أنه إحنا بنشهد انتعاشة كروية ما حصلتش من سنين. الأهلي دايما مفرحنا، عمل حاجة شبه معجزة مبارح. والله كل الناس كانت بتقول ربنا يستر والماتش يعدي على خير ونشوف بس اداء ولاعيبه رجاله زي ما احنا متعودين، لان الظروف كانت صعبه جدا. بيلعبوا تقريبا من غير 60% من الفريق، نص الفريق في المنتخب ونص تاني مصاب. زي ما انتم يعني عارفين في كده شعارات دايما عند النادي الاهلي، زي الاهلي بمن حضر، زي امبارح الناس كانت بتقول الاهلي ضد المستحيل. رجاله الاهلي فازوا امبارح على مونتيري المكسيكي في كاس العالم للانديه، وده كان بجون عالمي لمحمد هاني. مبروك للنادي الاهلي ولرجاله النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، فوز كبير ومستحق ومهم جدا في مرحله مهمه جدا. الحقيقه انه حتى امبارح اداء اللعيبه الناشئين يعني كان اداء عظيم، كانوا بيلعبوا بكل ثقه وما عندهمش اي رهبه للماتش، ومع ان يعني الفريق عالمي ما كانوش بيلعبوا مع فريق قليل، يعني وكانهم كانوا بيلعبوا من سنين طويله جدا في مباريات زي دي. لكن طبعا فوز النادي الاهلي فوز عظيم ومبارح اسعدنا جميعا، لكن احنا النهارده مستنيين فرحه كبيره. منتخب النهارده في نهائي ابطال افريقيا، وكل الناس متحمسه ومتاهبه للماتش بعد الاداء الرجولي اللي شفناه من منتخب مصر في كل المباريات اللي فاتت. ثلاث مباريات ورا بعض 120 دقيقه، حاجه عظمه. لعيبه يعني بتموت نفسها جوه الملعب علشان تفرح الغلابه زي ما قال صلاح امبارح في المؤتمر الصحفي، وبيأكد على انه لو فضلنا نلعب بالروح دي، منتخب السنغال تقيل المنتخب مش سهل، لكن احنا كمان عندنا روح قتاليه يعني لو فضلت متوافره ان شاء الله الفرحه النهارده تكون ماليه الشوارع والبيوت المصريه، ويعني يقدر المنتخب المصري انه يوصل للقب ويعني يختم نهائي افريقيا ويفوز او على منتخب السنغال، لان المباراه مهمه جدا والناس كلها مستنيه النجمه الثالثه. طبعا تمنياتنا وقلوبنا مع منتخبنا الوطني، ان شاء الله النهارده مصر كلها هتفرح يا شاذلي. ان شاء الله. وزي ما انت قلتي فعلا نقطه مهمه جدا، احنا بنشهد انتعاشه كرويه. يعني اللي شفناه امبارح من النادي الاهلي، الاصرار، العزيمه، كلنا كنا خايفين من الماتش بما ان الاهلي بيمثل مصر، فكانت ال 100 مليون جماهير مصر كلها، كل الناس اللي بتشجع كوره كانت واقفه ورا النادي الاهلي امبارح. كله كان خايف وكله كان يعني بيقول يا رب ربنا يستر بس ويتعادل، لكن انه يفوز بهدف من محمد هاني ويضيع فرص كمان، فاعتقد ده اللي ما كناش متوقعينه كلنا كجماهير. لكن الاهلي فعلا زي ما بيقولوا دايما بمن حضر، وسط غيابات كتيره جدا. يمكن هنتكلم عن الغيابات في محمد الشناوي، ايمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، محمود متولي، بدر بنون، تعالوا نشوف اكرم توفيق عشان الاصابه طبعا، حسام حسن عنده شد في السمانه، محمد محمود عنده شد في العضله الخلفيه، صلاح محسن عنده جراحه، احمد نبيل كوكا مضاعفات فيروس كورونا، مصطفى شوبير، واربعه كمان من الناشئين بيعانوا من تداعيات فيروس كورونا. فغيابات كتير، لكن الاهلي بمن حضر. النهارده طبعا احنا كلنا الساعه 9 على موعد مهم للغايه، مستنيين 11 راجل في ارض الملعب. بقالنا فتره الحمد لله مستوى الاداء كويس جدا، والحاله النفسيه والدعم النفسي للعيبه من المنتخب، من المدير الفني عفوا للمنتخب، ومن المشجعين ومن الجهاز الفني ومن الكل الحقيقه، بيحظوا بدعم نفسي قوي للغايه. والنتيجه ان احنا شايفين فعلا اداء رجولي، في 100 مليون مواطن واقفين بقلوبهم وبتمنياتهم وبدعواتهم وبدعمهم لرجاله المنتخب الحقيقه من اول البطوله، وهم بيقدموا
أداء مختلف، في روح، في شخصية للمنتخب. كنا دايما بنقول إن المنتخب ملوش شخصية، هو مش ظاهر، مش مسيطر، بنلعب بشكل دفاعي فقط. لا، دلوقتي احنا بنشوف هجوم، وبنشوف هجوم قوي، بنشوف جمل، بنشوف أهداف مصنوعة، مش أهداف بتيجي كده بالصدفة، لا، أهداف مصنوعة فعلا. حاجة تفرح حقيقة وحاجة تشرف جدا شخصية البطل اللي معروفة عن منتخبنا الوطني إن هي ترجع تاني. اللي عمله منتخبنا في هذه البطولة موضوع مش سهل. احنا أول فريق يدخل نهائي مبكر ضد كوت ديفوار، كنا خايفين جدا للأمانة من ماتش كوت ديفوار، لكن استعدنا الذكريات بتاعت زمان، المغرب، الكاميرون. احنا أول فريق لعب 3 مباريات بوقت إضافي. فكرة إنك توصل لضربات الجزاء ما هيش سهلة، فكرة برضو إنك تفوز بضربات الجزاء ده تألق من حراس المرمى، مستوى فوق الوصف. كل اللعيبة الحقيقة كانوا أبطال ودايما كانوا قد المسؤولية. عشان كده احنا الحمد لله راضين جدا عن أدائهم، راضين جدا عن اللعب اللي بيلعبوه وعن المستوى كمان اللي ظهروا بيه. كل اللعيبة الحقيقة أي حد بيلبس تيشيرت المنتخب بنثق فيه، بيبقى راجل بيتحمل الضغط وبيكون قد المسؤولية. طبعا احنا مستنيين من النني، ومستنيين من صلاح، ومستنيين تألق أبو جبل، ومستنيين من السلية، ومستنيين من فتوح، مستنيين من كل اللعيبة الحقيقة النهاردة ان هم يظهروا بالشكل المتعارف عليه، وان شاء الله النهاردة مصر كلها تفرح. بنصبح لحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا خالص العزاء لأسرة الطفل المغربي ريان ولشعب المغرب الشقيق. طبعا كانت يعني لحظات صعبة علينا جميعا امبارح، العالم كله عاشها والعالم كله كان بيترقب خروج ريان من البئر، لكن الحقيقة أنه الأطباء كمان كانوا بيأكدوا أنه صعب جدا تكون الحالة الصحية بتاعت ريان يعني حالة كويسة بعد 5 أيام داخل هذا البئر. فربنا يربط على قلوب أبوه وأمه وكل أحبابه يا رب، ويعني هو في الجنة بإذن الله. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزويه ومحبيه الصبر والسلوان، ويلهمنا جميعا لأنه كانت حالة امبارح على السوشيال ميديا ومتابعة لكل القنوات اللي كانت بتنقل هذا الحدث. كلنا طبعا كنا على أمل أنه هو يخرج، لكن إرادة الله. ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ومحبيه. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، هنصبح على ليندا وطمنا على حالة الطقس. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هادي، سلامتك. صباح الخير ليندا، الحمد لله على السلامه. كورونا تقريبا داخل علينا كلنا. الحمد لله على سلامتك انت كمان يا شاذلي. بالنسبه للطقس، الطقس الصبح هيكون مائل للبروده، بالليل هيكون شديد البروده طبعا كالعاده. اتفضلي بقى قولي لنا التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا ناخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، ورجعت مرة تانية الشبورة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 13، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 24. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ريندا. نروح مع حضراتكم نبدأ حلقتنا النهاردة ومجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنروح نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح. أهم هذه الأخبار أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات قمة في بكين مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، وكمان التقى سيادته عدد من القادة وزعماء الدول العربية والإسلامية المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأيضا رئيس الوزراء اللي تفقد عددا من مشروعات مدينة العالمين الجديدة. وأخبار تانية تكون معنا على مدار الحلقة يا شاذلي. هيكون معنا كمان تنظيم قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدة زيارات لمعرض الكتاب الدولي، بالإضافة إلى افتتاح القوات المسلحة مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، احتفال معرض الكتاب كمان بالفائزين بجوائز مسابقة عبد التواب يوسف، ونفي الحكومة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وأخبار أخرى بديتها تكون مع هدير. تفضل يا هدير. شكرا لك يا شاذلي. نبدأ مع حضراتكم يوم النهاردة وأولى أخبارنا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة سيادته إلى الصين. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين. أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة الحقيقة المتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات.
في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات. كمان امبارح السيد الرئيس أجرى محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان ورئيس أوزبكستان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير قطر وأنطونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة، وده كان على هامش مأدبة الغداء اللي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. من ضمن الأخبار كمان اللي معانا، قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات المميزة الحقيقة خلال شهر يناير، منها تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، ده غير تنظيم 12 زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بشمال سيناء، وده بيأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء وعبر شيوخ وعواقل سيناء عن وعبروا شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى سيناء وصولا لإحداث التنمية الشاملة في سيناء. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة في مدينة العالمين الجديدة واستمع إلى عرض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات، وقال إن القيادة السياسية مهتمة بمتابعة حركة التشييد والتنمية اللي تشهدها المدينة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز اللي بتتمتع به، وشدد على ضرورة تشغيل شبكة مخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، وقال مش هنسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع العالمين الجديدة. وخلال الجولة امبارح تفقد الدكتور مدبولي المنطقة الصناعية وشهد التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي في العالمين الجديدة، وقال انه في اهتمام شديد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العالمين الجديدة، ده إلى جانب النشاط السياحي والسكني اللي بتشهده المدينة. اختتم رئيس الوزراء زيارته لمدينة العالمين الجديدة بتفقد الحي اللاتيني ومتابعة مشروعات الإسكان. خلال الجولة تم التأكيد على أنه تم استكمال أعمال الهيكل الخرساني بالحي اللاتيني بنسبة 92%، وهيخلص تشطيب الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي بنهاية الشهر الجاي. مع تعديل أسعار البنزين ربع جنيه، بعض الصفحات على السوشيال ميديا نشرت أنه تم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدوره تواصل مع وزارة التنمية المحلية واللي نفت هذا الكلام وقالت أنه إلى الآن ما فيش أي زيادة في تعريفة الميكروباص والسرفيس والأجرة ثابتة زي ما هي في كل المحافظات. امبارح معرض القاهرة الدولي للكتاب عمل حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الجائزة دي هدفها هو تحفيز النشأ على القراءة والاطلاع، وأكدت استمرار خطط رعاية النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الإبداع. وامبارح ايضا وزاره الداخليه نشرت فيديو بتوضح فيه جهود اجهزه الوزاره في ضبط العديد من القضايا ومواجهه الجريمه بكل اشكالها خلال شهر.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 28,639 قضية تامونية متنوعة، وغلق 22,722 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، إضافة إلى ضبط 5,532 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 29,925 أرجيلة. كما تم ضبط عدد 230,949 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41,145 قضية تموينية متنوعة، من بينها 766 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,843,420 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 379 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 147 طن و67 كيلو، وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 860,340 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20,415 من قائد المركبات بالطرق، تبين إيجابية عدد 1,182 منهم. كما تم المرور على 905 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,886 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 17 سائقا منهم. كما تم فحص 3,794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1,940 سيارة و214 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 80,419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 348,710 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,093,084 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1097 قضية، من بينها 617 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات. كما تم ضبط 480 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 44,127 مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 116 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية 518,577,561 جنيها.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8289 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 19,043,285,624 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26,453,622 جنيها. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة. النهاردة محافظة المنوفية هتبدأ المرحلة الثانية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وده ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات. النهاردة كمان كلية طب جامعة حلوان هتطلق مشروع المسح الصحي على أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال قبل سن المدرسة، وده خلال إجازة نصف سنة داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان. النهارده كمان المياه هتقطع في قرية شطورة في سوهاج لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة. القطع يبدأ الساعة 12 الظهر والحد الساعة 6 المغرب. النهارده المواجهة الحاسمة والمرتقبة، منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش هيواجه السنغال في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا المقامة في الكاميرون الساعة 9 بالليل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله. شركة مصر للطيران هتنظم النهارده 5 رحلات خاصة إلى مطار ياوندي بالكاميرون لنقل حوالي 1400 شخص من مشجعي المنتخب الوطني اللي هيحضروا المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية. نروح مع حضراتكم لأخبارنا من بره مصر، ونبتدي مع الناس اللي بتربي الحيوانات الأليفة واللي بيبقى دايما عندهم حرص شديد على إن هم يوفروا لهم كل أنواع الترفيه لأي حيوان بيربوه داخل البيوت، زي مثلا انهم يشتروا لهم لعب ويشتروا لهم اطعمه، وكمان يساعدوهم كده انهم يبقوا مبسوطين ويستمتعوا بوقتهم جوه البيت. لكن عندنا حكايه عن زوج وزوجه عملوا حاجه جديده، قرروا بيها يرفهوا عن القطه الصيام بتاعتهم، القطه اسمها جاسبر بطريقتهم الخاصه. زي ما حضراتكم شايفين الشاشه كده، هم عملوا لها حوض ميه مخصوص تكلف 2500 دولار، انا حاسه ان هو ممكن يتكلف اقل من كده عادي، وحطوا لها سمك علشان تتفرج وتستمتع بيه وتعيش الأجواء بتاعة البحر. وطبعا حطوا بقى الفيديوهات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا لقت انتشار واسع. زي ما انتم شايفين كده القطة قاعدة تتفرج على السمك، والناس يعني تقريبا أكتر من 10 مليون شخص اتفرجوا على الفيديوهات وعجبتهم. ده هم عملوا لها بوكس صغير جوه حوض السمك عشان تدخل تبقى عايشه مع السمك، يعني بصي من تحت كده تطلع تبقى عايشه مع السمك. ما بتلعب، شايف واخد بالك، بتلعب مع السمك. هو ده الترفيه فعلا والله. لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا من بره مصر. انتشر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظه دخول حيوان الباكا جوه عربيه مترو في العاصمه الروسيه موسكو، حتى ان المواطنين اللي كانوا راكبين جوه العربيه عربيه المترو صوروه ونشروا الفيديوهات على صفحاتهم، خصوصا بقى انه النوع ده من الحيوانات غير مألوف بالمره لناس كتير في روسيا وغير روسيا والله، لانه بيعيش وينتشر في دوله بيرو في امريكا اللاتينيه، ويعني شكله غريب والله، شكله حلو. هو انا حيوان ده حيوان ده ولا فرخه ده؟ لا، والحيوانات بقت موجوده في السوبر ماركت، بتدخل السوبر ماركت يعني دايما بنشوف اخبار كده، يعني عايزين يشوفوا الحياه دب بتاعت السوبر ماركت. الناس تبقى قاعده في السوبر ماركت كده تلاقي دب داخل عليهم. طبعا امبارح العالم كله حبس انفاسه في انتظار لقاء طفل ريان وخروجه من البئر 5 ايام، واخبار ريان يعني كانت متصدره كل وسائل الاعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن للاسف خرج ريان من البئر فقيدا للحياه في مشهد كان مبكي ومؤثر للغاية للجميع. الكل يمكن رغم صعوبة الأمل، لكن كان عندنا أمل في معجزة أنه ربنا يعني طبعا قادر على كل شيء. والقصة الحقيقة كانت واخدة منحى إنساني كبير جدا مع كل الناس، العالم كله تابع القصة على مدار 5 أيام، وكان منتظر النهاية السعيدة، وكان منتظر
لقاء ريان، لكن إنها مشيئة الله، والله هو أكبر دائما يعني، وربنا يرحمه ويصبر أهله ويربط على قلوبهم ويصبر كل المغرب الشقيق. ريان صاحب الخمس سنوات الذي نادى العالم أجمع لإنقاذه بعد أن سقط في بئر عميق طوله 35 متر تقريبا في يوم الثلاثاء الماضي، بين دموع أمه وأنين الطفل داخل البئر تحركت عاطفة الشعوب لتحاول فرق الإنقاذ جاهدة في كل يوم أن تنقذ ذلك الطفل المغربي الصغير وتخرجه من أعماق الأرض 5 أيام في الظلام بدون طعام أو ماء وبأنفاس معدودة لنضرة الأكسجين. ينجح فريق الإنقاذ بعدها في إخراجه، وبين فرحة العالم أجمع بإنقاذ هذا الطفل يدركون بعدها أن الأوان قد فات ومات ريان، وماتت معه فرحة العالم بنجاته. رحم الله شهيد البئر الصغير ريان. طبعا كانت لحظات صعبة ولحظات قاسية، كلنا كنا في انتظار خروجه، لكن إرادة الله فوق كل شيء. خالص عزائنا لأهله ولأسرته ولذويه ومحبيه، وعسى ربي أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نروح نطمن على أخبار الطقس النهاردة بالتفصيل من ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هنتير. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد. بالليل هيكون الجو شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الساقية على وسط سيناء. النهاردة في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى 18 والصغرى 10، الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 9، سيوة العظمى 19 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10، دمياط العظمى 18 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10، السويس العظمى 19 والصغرى بتسجل 10. هنروح لعريش العظمى 19 والصغرى 11، سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 0، طابة العظمى 16 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 15، الغردقة العظمى 21 والصغرى 14، الفيوم العظمى 18 والصغرى 8، بني سويف العظمى 18 والصغرى 7، المنيا العظمى 18 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج العظمى 20 والصغرى 8، قنا العظمى 21 والصغرى 8، الأقصر العظمى 22 والصغرى 9، أسوان العظمى 22 والصغرى 9، الوادي الجديد العظمى 21 والصغرى 6، شلاتين العظمى 24 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا ليندا. امبارح في معرض الكتاب كان في ندوة مهمة جدا لمناقشة كتاب سنوات الخمسين للكاتب الراحل الأستاذ ياسر رزق، واللي تناولت فترة مهمة جدا من أحداث اللي حصلت في مصر، فترة مهمة وفترة عصيبة كمان من يناير 2011 ولحد يونيو 2013. الحقيقة النهاردة حرصنا وأصرينا الحقيقة إن تقام هذه الندوة مناقشة للكتاب طبعا والمحتوى الكتاب، لأن هي كانت
بالفعل يعني مبرمجة داخل البرنامج المعرض، ولكن كان إصرار من وزارة الثقافة والأسرة أيضا أسرة الأستاذ ياسر على نقيم هذه الندوة. بالفعل طبعا كانت سرية جدا جدا، الأصدقاء والزملاء الحقيقة اللي يعني كلهم شهدوا بأمور كتيرة جدا جدا في حياة ياسر رزق، وأيضا مناقشات من خلال الكتاب. الأستاذ ياسر رزق أعتقد أنه يصنف كواحد من أهم الكتاب السياسيين وواحد من المحللين للمشهد بشكل كبير. تشرفت على مدى سنوات طويلة في صداقة خاصة بالأستاذ ياسر رزق رحمه الله، وأرى أن مشروع التنوير لياسر رزق هو أكبر بكثير من عمره الزمني، وأعتقد أن كتاب مثل سنوات الخمسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص هو كتاب مطروح للمادة البحثية، يعني هو يفتح محاور للحديث وللتوثيق. أنا بشكر كل اللي شرفونا النهاردة، كل اللي جم يتكلموا عن ياسر ويسمعوا عن ياسر وعن كتاب سنوات الخمسين. والحقيقة أنا لما توجهت بالعزاء، أنا اللي توجهت بالعزاء للشعب المصري في ابنهم البار بوطنه والمحب لوطنه ياسر رزق. مسيرة ياسر رزق لن تتوقف، الموقع هيكون متاح لكل الناس، أيضا هيكون في مركز للتوثيق التاريخي لتوثيق تاريخ ما بين ثورتي يناير 2011 و 30 يونيو 2013، بالإضافة لأن كتبه الكتابين اللي هو كان ناوي يصدرهم واللي أنجز الكتاب الثاني بالكامل والكتاب الثالث ينقصه فقط تجميع الملاحق، إن شاء الله هيصدروا وهيكونوا أيضا متاحين على الموقع اللي هيتعمل بإذن الله. طبعا النهارده الحديث كله عن يعني المنتخب الوطني في دوري ابطال افريقيا واللي هيقابل السنغال، ماتش مش سهل ابدا، لكن رجاله المنتخب الوطني ان شاء الله ادها وعملوا مباريات صعبه جدا. كل المباريات اللي فاتت كانت صعبه، كوتيفوار، المغرب، الكاميرون المضيف، والماتش على ارضهم، فالموضوع يعني ما كانش ابدا سهل مع كل اللي شفناه من الحكم كمان. فالنهارده عندنا ماتش مرتقب مع السنغال وان شاء الله نفرح جميعا. الماتش هيكون الساعه 9 بالليل، وطبعا الدعم المعنوي والنفسي الجماهيري مهم جدا بالنسبة للعيبة، وهنفضل نأكد لحضراتكم أنه هذا الدعم بيوصل لهم وبيفرق معاهم، وده اللي أكد عليه النجم المصري الكبير محمد صلاح امبارح في المؤتمر الصحفي، وقال أنه ده بيوصل للعيبة وبيفرق معاهم. مسألة الدعم النفسي للعيبة بيفرق معاهم جدا، وأكيد هم شافوا ده ولمسوه بعد مباراة الكوتيفوار وفرق ده عن أول مباراة لعبناها مع نيجيريا. فموضوع الدعم النفسي ده مهم جدا 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 في البطولة، مهم ان احنا النهاردة نفرح بالكاس بإذن الله، وتكون ليلة مصرية كروية كلها فرحة، ونعيد نستعيد الأجواء اللي وحشتنا، ونوصل ان شاء الله ونحقق النجمة التامنة اللي مفيش مصري ما بيحلمش بيها النهاردة. بعزيمة الأبطال يخوض منتخب مصر لكرة القدم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية مساء اليوم أمام منتخب السنغال. المنتخب المصري يخوض اللقاء على أمل حصد البطولة الثامنة في تاريخه بعد حصده 7 بطولات قارية، محققاً الرقم القياسي. البطولة على بعد لقبين من منتخب الكاميرون صاحب الأرض والتنظيم، بينما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء على أمل تحقيق النجمة الأولى في تاريخه وتعويض إخفاقين في المباراة النهائية الأولى عام 2012 أمام الكاميرون، والثانية البطولة الماضية 2019 بعدما خسر اللقاء أمام منتخب الجزائر. المباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، فلا بد من بطل ووصيف، خاصة وأنها المباراة الثالثة التي يتنافس فيها نجما ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.
الجماهير المصرية والعربية على أمل كبير بتتويج منتخب مصر بالبطولة، خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدمه المصريون خلال البطولة وتمكنهم من إقصاء المنتخبات الكبرى التي كانت مرشحة لنيل اللقب، خاصة بعد إقصاء منتخبات كوت ديفوار والمغرب وأخيراً الكاميرون. وتتمنى أن يتجاوز صلاح ورفاقه كتيبة نجوم منتخب السنغال المحترفين في كبرى الأندية الأوروبية. كلنا وراكم ان شاء الله، والبطوله باذن الله بتاعتنا، كلنا نشجع مصر والبطوله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا شاذلي. الثامنه بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد زيارته الى الصين. وخلال اليوم الثالث من الزيارة عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين الصينيين. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وأجرى الرئيس السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس جمهورية أوزبكستان شافكات ميرزييوف وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني. كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات جانبية مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة، وشدد مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة. وتفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته. كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اليوم الأول من الدورة 35 لقمة الاتحاد الإفريقي والتي تعقد على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واستعرض شكري خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة، منوها في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021، والذي من شأنه أن يمثل الذراع التنفيذي لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي. وفي هذا السياق أكد شكري ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية وعدم الاكتفاء برد الفعل. أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية حكومة وشعبا ولذوي الطفل ريان الذي وافته المنية، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يلهم والديه وذوي الصبر والسلوان. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1985 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.
ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369,011 متعافياً. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 58 حالة جديدة. يواجه المنتخب الوطني في 9 من مساء اليوم نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكان الفراعنة قد تأهلوا لهذا الدور بعد تخطيهم عقبة الكاميرون بركلات الترجيح، فيما بلغ أسود التيرانجا الدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذا ويسعى المنتخب الوطني للفوز باللقاء وحصد اللقب الثامن في تاريخه، وعلى الجانب الآخر يسعى زملاء ساديو ماني لحصد اللقب الأول في تاريخهم. نهاية موجز الثمانية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. طبعا النهارده كلنا الساعه 9 هنكون قاعدين قدام شاشات التلفزيون بنتابع اللقاء المهم في المشوار الافريقي لمنتخبنا، نهائي ما بين المنتخب المصري والسنغال. كل الامنيات والدعوات لمنتخبنا الوطني النهارده في مباراه اكيد مباراه مش سهله على منتخب، لانه منتخب ارتاح يوم واحد بس، لعب 360 دقيقه لعبهم في الادوار الاقصائيه امام كوت ديفوار وامام كمان الكاميرون، وكانت مباراه والمغرب كمان، وكانت مباريات صعبه للغايه. يعني احنا لعبنا كمان الاكسترا تايم ووصلنا لضربات جزاء، فكان الموضوع مش سهل على اي منتخب ان هو يوصل لهذه المرحله. لكن الحمد لله احنا موجودين في النهائي، والحمد لله وان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا. معانا في الاستوديو للتعليق وللتحليل عشان نعرف بقى الاستعدادات معانا الناقد الرياضي سعيد علي والناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي اللي منورنا في الاستوديو. يا اهلا بيكم. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم. صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر طبعا. يا رب. مستعدين يا سعيد؟ اكيد مستعدين. مستعدين طبعا، مش احنا المنتخب. اكيد اكيد طبعا مستعدين جدا ومتحفزين جدا بعد المشوار المهم والانطلاقه الكبيره جدا اللي حصلت الفتره الاخيره، وكونك المنتخب اللي لعب 3 نهائيات متتاليه في البطوله مع امام منتخبات صعبه جدا جدا، وكنت طول الوقت كانت صعبه بالنسبه للمنتخب المصري بالتاكيد، وانت كنت طول الوقت على الورق وبالحسابات انت الطرف الاقل، لان كانت جاهزيه واستعداديه المنتخبات الثانيه كانت ربما اكبر بعض الشيء. فبالتالي بعد هذا الانجاز الكبير اعتقد ان الموضوع خلاك اكثر تاهبا ان شاء الله ان انت النهارده تكون صاحب اللقب باذن الله، وان شاء الله نكون موفقين زي ما كنا موفقين في الجولات الاخيره. محمد، يمكن بيقولوا كده انه اثناء البطوله انت بتعرف بطل مين البطل في البطوله. من المواجهات الكثيره القويه اللي خاضتها مصر والمنتخب المصري، شايف البطوله بتاعتنا؟ باذن الله بالتاكيد لازم نثق في هذا الامر، لانه التعامل السيكولوجي دايما لما باجي اتكلم معاكم بنتكلم عن التعامل السيكولوجي والعقليه الاحترافيه بتاعت لاعبينا، المشروع بتاع المدير الفني للمنتخب الوطني، وانه بدا يقرا لاعبيه. كنا بنتكلم عن انه في تغييرات كتير بتطرا على التشكيله المصريه دلوقتي. احنا خلاص عارفين التشكيله من غير ما نتكلم في مين يعني. انت مش متخيل النهارده مفاجات زي ما كنا بنشوف مفاجات؟ يعني اعتقد مثلا النهارده على وجه التحديد في قصه عمرو السوليه مع ايمن اشرف، الثلاثي اللي هو دايما بيلعب بيه ده، تعتقد انه ممكن يكون في تغيير النهارده؟ دايما التغييرات في اضيق الحدود، لكن النهارده مش هيبقى في تغييرات، لازم يلعب على التشكيله الاساسيه الثابته. يعني مش هيبقى في تغييرات كبيره، لانه الناحيه الشمال مش هيحتاج فيها ايمن اشرف، فتوح بسم الله ما شاء الله. الراجل كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني طوره دفاعيا، فخلانا مطمنين. دايما كنا بنتكلم عن انه لا، في بعض المباريات ممكن في الجبهه اليمنى بتاعت المنتخبات زي كوت ديفوار على سبيل المثال، انه لا نخلي ايمن اشرف من العرضيات بالظبط، او انه يبقى يمنع السورس مصدر الخطوره بتيجي من عندهم. نفس الكلام النهارده مثلا محمد صلاح عليه ادوار انه يرجع علشان اليوسيس على سبيل المثال، لاعب من اللاعبين المؤثرين، او مرموش في هذه الجهه ناحيه ساديو ماني الجهه اليسرى بتاعت السنغال، ايمن اشرف هيكون عليه دور في هذه المباراه. نص الملعب مين اللي مايل ناحيه الشمال؟ ناحيه ممكن انني هو اللي يبقى مايل في هذه الجهه، او لاعبي نص الملعب. فبشكل عام الادوار كلها مش هيبقى فيها تغييرات. مصطفى محمد كمان هيبقى عليه دور مهم جدا، كله لازم يلعب، الكل في كل الادوار بتاعته ما شاء الله يعني. بس برضو زي ما قلنا معدل الاستشفاء
ازاي تم عمليه الاستشفاء خلال 48 ساعه ما قبل مباراه الليله، لانه مهمه جدا التعامل زي ما اتكلمنا التعامل السيكولوجي التعامل البدني بالنسبه للاعبين في هذه المباراه. طيب سعيد هيبقى جيم مفتوح ولا شايف الوضع هيكون صعب شويه؟ لا انا بشوفه هيبقى جيم معقد جدا. الفريقين هيبقوا متحفزين لان المباراه دي داخلها مجموعه مباريات جانبيه ما بين ساديو ماني صلاح، ما بين المدرسه الاوروبيه او البرتغاليه المتمثله في كارلوس كيروش اللي طوال الوقت بتثبت تفردها وتميزها، ومدرسه افريقيه صعبه بطموح كبير جدا مع اليو سيسي. بشوف فيها صراعات كتير جدا بتخلي الماتش صعب جدا. بنشوف كمان منتخب السنغال بيلعب تاني نهائي على التوالي، منتخب مصر صاحب الثمن بيسعى للنجمه الثامنه وفريق خسر نهائي من 4 سنين في 2017، فبالتالي حاله الجاهزيه، حاله الاستعداد، حاله الدوافع المتشابهه والمتقاربه جدا جدا عند الفريقين بتجعل او بتزيد من صعوبه المباراه. كمان التقارب في المستويات بين الفريقين في تقارب شديد جدا جدا، رغم ان على الورق انت بتشوف افضليه لاسماء انديه لكنها مجرد افضليه على الورق ومجرد اسماء انديه ما تخضش. المستويات متقاربه جدا جدا ما بين الفريقين، مستوى في ارض الملعب هو ده صحيح. لا صحيح، وكمان في جانب مهم جدا ان معظم لاعبي المنتخب السنغالي اللي هم بنتكلم عن انهم بيلعبوا في انديه كبيره ما بيلعبوش، يعني سان جيرمان وغيره، بنتكلم عن بايرن ميونخ ما بيلعبش ما بيشاركش خالص، بونصار مثلا، بنتكلم عن باريس سان جيرمان ما بيشاركش، سواء ديالو او دريسا جيج ما بيشاركوش. فاحنا بنتكلم عن عناصر موجوده في اسمه بس موجود في الفريق لكنه ما بيشاركش، فبالتالي لا يمثل خطوره او ما يبقاش ند قوي مثلا، ما بشوفوش صاحب افضليه اكبر من اللاعب المصري. لا بالعكس، انا بشوف ان اللاعب المصري بشخصيته كمان اللي قاله سيسي اتكلم عنها امبارح، هنتكلم امس يمكن، وده يقلقك اكتر، ان هو بيقول لك احنا مش ببني استراتيجيتي على محمد صلاح، انا ببني استراتيجيتي على لاعبي الاهلي والزمالك، لان عارف لاعبي الاهلي والزمالك في مصر هم مصدر وسر قوه المنتخب المصري، وهم متمرسين على افريقيا وفاهمين افريقيا كويس جدا وعارفين طبيعه اللعب الافريقي. كله ده كان زمان، كله ده كان زمان، ده احنا دلوقتي عندنا اجيال ينزلوا فعلا ينيموا افريقيا من المغرب ولسه جداد. صحيح، لكن هو الراجل يعني هو مدرك ما لم يدركه خليل وزيتش مع المغرب. يمكن انا شخصيا كنت متخوف جدا من المغرب، وكنت بشوف ان احنا مهمتنا هتنتهي عند المغرب، من اصعب الماتشات طبعا يعني. لكن خليل وزيتش اظهر تخوف كبير جدا وقال قبل المباراه ان احنا جربنا اكتر من استراتيجيه لعب لايقاف محمد صلاح، فبنى الشكل الخططي بتاعه كامل وغير الشكل اللي لعب بيه طوال 4 مباريات علشان محمد صلاح، فبالتالي غابت قوه المغرب الحقيقيه، في حين ان اليو سيسي أدرك الخطأ ده أو واخد باله أن الموضوع مش محمد صلاح بس، مدرك أن المنتخب المصري قوته في الحالة الجماعية بتاعته، وأنه قادر يصل من أكتر من خلال أكتر من عنصر، وأن الفريق كتلة متكاملة، وبالتالي أنا بشوف أن الراجل يعني شايفنا كويس، مقدرنا كويس، وأنا كنت حابب أنه ما يكونش شايفنا كويس. طب خير محمد، طب قول لي زيزو تفتكر النهاردة هيتم الدفع بيه من اول المباراه، ولا مساله انه عنده انذار دي هتاخره شويه، او مساله انه كارلوس كيروش دايما بيكون زيزو عنده البديل الذهبي؟ بالظبط كده، هو البديل الذهبي. فكره انه امام عاشور اعتقد ياخد الجبهه اليمنى في هذه المباراه، خد ثقه من مباراه الكاميرون الاخيره لما نزل صحيح سرح شويه. شفت مشاركه امام عاشور ومهند لاشين ازاي؟ ودي كانت المشاركه الاولى تقريبا بالنسبه لهم. متاكد هي كانت المشاركه الاولى، ثنائي نزل بديل في احداث المباراه. ميزه كارلوس كيروش انه بيعيش الكل في المباراه، فبينزل مركز، فبيقدر يعمل اضافه مش بس لعبه خلاص، عكس مثلا بعض اللاعبين اللي لم يتم استدعائهم زي مثلا احمد رفعت على سبيل المثال. لعيب لو مش عايش في المباراه ممكن ينزل يبقى عبء على المنتخب، الا لو كان نازل بدوافع مختلفه سيكولوجيه. فهو اختار اللاعبين اللي يقدر يتعامل معهم بالعقليه الاحترافيه اللي ممكن انا هاخدك اذا انت حاضر في المباراه على البنش. ويمكن شفنا ده بوضوح في ساعه اصابه ابو جبل لما صبحي نزل الكام دقيقه دول، لكن الحقيقه ادى اداء يعني عظيم من حراسه المرمى لحتى تريزيجيه او احمد سيد زيزو لما بينزلوا بيعملوا تغييره وايجابيه على ارض الملعب. ده مهم جدا، اعتقد انه امام عاشور النهارده هياخد دوره، مش هيخليه يسرح في بعض الكرات لانه برده قدام الكاميرون سرح كتير للامام، فلازم ياخد حضره في الاطراف لانه قوه المنتخب السنغالي انا قلتهم اكتر من مباراه بما فيها كان لي نصيب علق مباراتين نصف النهائي الاون سبورت اف ام للراديو، وعلقت هذه المباراه تحديدا للمنتخب البوركيني امام المنتخب السنغالي. عندهم عيوب كتيره جدا من مباراه زيمبابوي المباراه الاولى في دور المجموعات، منتخب يخونه كمان العناصر الفرديه اللي اتكلمنا عنها، انه ساديو ماني في كتير من الاحيان لو لقى مدافع صلب واحنا لعبتنا عايشين في المباراه وصحيين على ارض الملعب لا يزهقوه. مين النهارده هيلعب على ساديو ماني مدافع؟ اعتقد في هذه الجهه هو في عاشور وعبد المنعم، والمفروض ان لكن هو ساديو ماني بيلعب في نفس الجبهه اللي فيها محمد صلاح، وبيحتاج اكتر من حد ان هو يمسكه كمان، مش حد واحد.
ساديو ماني طبعا انت بتدافع قدامه بالمجموعه بالكتله، يعني انت اخطر حاجه ممكن تراهن عليها ان انت تلعب عنصر على عنصر، وده غالبا ما بقاش موجود، وده سر نجاحنا في البطوله. يعني احنا طول الوقت بنعمل ثنائيات، يمكن باستثناء المباراه الاولى اللي سيبنا فيها محمد عبد المنعم لما لعب مكان اكرم توفيق. مباراه نيجيريا دي كانت الاسوء على الاطلاق. كنا امام نيجيريا لاعب محمد عبد المنعم في مواجهه سيمون وحده، سيمون تفوق في كل المواجهات الفرديه وقتها، لان الموضوع واحد على واحد في الغالب هي في صالح المهاجم لما بيلاقي لما يلاقي المساحه. انما احنا بنلعب بثنائيات، سواء نني مع الظهير الايمن امام عاشور، او في الجهه الاخرى عمرو الصريه مع فتوح، طول الوقت بيبقى 2 على 1 في الحاله الدفاعيه، فده بيفرق، وده اللي مطلوب جدا النهارده في مواجهه ساديو ماني. طبعا امام عاشور مع محمد النني ان شاء الله يكون مشكله ثنائيه قويه جدا ويقدروا يوقفوا. لكن احنا كمان ناخد بالنا من حاجه، يعني انا النهارده منتظر استراتيجيه السنغال هتكون مبنيه ازاي، صلاح وماني في نفس الناحيه، يعني انا اول مره صلاح ماني في الشمال وصلاح في اليمين، هل ساديو ماني هيعود عشان يقوم بادوار دفاعيه لمساندة الظهير اللي وراه، ولا في لاعب احد لاعبي الوسط هيكون مكلف؟ انا بشوف حتى لو في تكليفات واضحه، او ان ساديو ماني يبقى محرر هجوميا، او حتى صلاح محرر هجوميا في الجناح المصري، انا بشوف ان الاثنين هيبذلوا جهد اكبر وهيدافعوا، لانهم حارسين انهم يتفوقوا على بعض. انا هشوف ساديو ماني النهارده، لان هو اوريدي ساديو ماني من اول البطوله ما بيرجعش ياخد ادوار دفاعيه، وماني في خلال البطوله لما تتفرج عليه تلاقيه برده محرر وما بيرجعش كتير، وبيبقى هو اللاعب الوحيد اللي بيستثنى. لكن النهارده انا بشوف انه هيعود كتير، فانا اتمنى انه يرجع، لان هو عودته هتاخد من جهد البدني اكتر، وهتريحنا وتدينا فرصه ان امام عاشور يتقدم او يصعد لقدام، فبالتالي ان شاء الله اشوف ان الموضوع يكون في صالحنا اكتر. طيب محمد، كنت بتتكلم عن نقاط ضعف انت شفتها خلال تعليقك على مباريات السنغال اللي فاتت. بالتاكيد، حتى بما فيهم الحارس ميندي، هو افضل حارس في العالم في استفتاء دابيست الاخير بتاع الفيفا، لا عنده عيوب برضو مهما كان، لما بتسدد عليه من بعيد باتقان بيبقى عنده عيوب. حتى الان في نصف الملعب هناك مشاكل كتير، وضبط الايقاع في نصف الملعب مهم قوي، ومنتخبنا الوطني عنده قوه في نصف الملعب مع التجانس والانسجام والربط اللي بيكون موجود شويه. عمرو سلاله لما تعب في مباراه الكاميرون خرج ما بين الشوطين، وده اول مره يخرج ما بين الشوطين، لانه يعني بيعمل عمل توازن على ارض الملعب، لكن تغييرته كانت تغييره في محلها لما بدا يطمع في المباراه، فيرجع او يخلي المنتخب الكاميروني متراجع اكتر لما نزل تريزيجيه. هي تغييرات بشكل ذكي قوي تؤكد. احنا كنا في الاول بنلعب بطريقه دفاعيه، يعني الشوط الاولاني كان معظمه دفاعي. صحيح، بعد ما نزل تريزيجيه اللعب اتحول. بالتاكيد، وهو كيفيه يعني يمتص الحماس اللي كان واخده المنتخب الكاميروني، ارهقهم كثيرا في الشوط الاول مع الجري اللي كان موجود. مهم قوي في مثل هذه المباريات انه تبقى فاهم عقليه اللاعب الافريقي والمديرين الفنيين الافارقه، اللي هم بيبحثوا عن البدايه اللي هو العين الحمراء، وده عمله السنغال في كل المباريات، الا انه ما بيعرفش يستغلها، لانه بيكون في حلقه منقوصه من فكره انه يخلص امام المرمى. زي ما قلنا بيعتمد على المهارات الفرديه، واعتقد انه تخونهم كثيرا الاعتماد على ساديو ماني. ساديو ماني زي ما قلنا ما بيرجعش، وجود محمد صلاح في نفس جبهه ساديو ماني هيقفل ساليو سيس وساديو ماني، هما الاثنين جبهه النار اللي فيها تقريبا 70% من قوه المنتخب السنغالي هجوميا، حتى وان كان ظهير ولكن بيعرف ان هو يتعامل ويطير. ان شاء الله مع الضغط اللي هيكون موجود نقدر ان احنا نحجم مصادر الخطوره ونتفوق عليهم، وباذن الله ينتهي الشوط الاول بدون ان نستقبل هدف، لانه ده مهم جدا طبعا. مع اللي كان بيتكلم عليه كارلوس كيروش، فكره انه استحواذ من رجل لرجل، ما نتسرعش وما نرجعش بشكل غير مدروس، لان في مباراه نيجيريا كيروش فكر تفكير عالي ما عرفش ينفذه. ليه؟ لانه اللعيبه ما كانتش اصلا عارفه تبدا الهجمه من تحت ازاي، بيجروا مش عارفين هيوصلوها لبعض ازاي. في مثل هذه المباراه خلاص هو لقى الايقاع، فيقدر ان هو هيشتغل عليه بالشكل المطلوب المرغوب من فيه من رجل لرجل. وسيسي كمان كان اتكلم عن حاجه كويسه جدا، انه عارف كويس قوي انه لاعبين عندهم خبرات، الاهلي والزمالك فعلا عندهم خبرات في القاره الافريقيه، فعاملين التوازن بتاع منتخب مصر انه حتى في سوق ارضيه الملعب مع اللاعبين المحترفين، لا احنا قادرين نقف على ارض الملعب. في ملعب اولمبي النهارده مباراه صعبه واجواء صعبه وارضيه صعبه، لكن منتخبنا قادر انه يغير او يحطم التاريخ في هذه المباراه ان شاء الله. استاذ محمد، استاذ سعيد، دلوقتي خلونا ناخد على التليفون الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا فندم، وتوقعاتك كده للتشكيل المنتخب المصري النهارده. صباح الفل يا هدير، برحب بيكي وبرحب بشاذلي وبكل ضيوف طبعا الكابتن محمد والسعيد. يا رب النهارده ربنا يكتبها ليله مصريه خالص كده ان شاء الله، وتتوج مصر بهذه البطوله الصعبه اللي كان طعمها حلو، مع لعيبه كانت كلها روح، جهاز فني محترم، جمهور ملتف حوالين المنتخب بالاعلام المصري. ان شاء الله نتمناها بطوله مصريه. بالنسبه للتشكيل، يعني شبه في تغييرات كتير، هو نفس التشكيل المعتاد، والراجل يعني هيعتمد بنسبه كبيره او هيعتمد يعني بصفه اساسيه على امام عاشور كبديل لعمر كمال عبد الواحد اللي عنده انترين في الناحيه اليمين.
لكن باقي التشكيل زي ما هو، عبد المنعم والونش وفتوح وابو جبل طبعا في حراسه المرمى، وفي نص الملعب النني، حمدي فتحي، السليه قدام، صلاح، مرموش، مصطفى محمد. هو مش هيلعب كتير في التشكيل، كان البعض بيقول ان محمد عبد المنعم يلعب ناحيه اليمين ويلعب بالونش وايمن اشرف في قلب الدفاع، لكن هو الراجل مش عايز يعني يعالج غلط بغلط يعني، او يعمل خلل في مكان هو منعم شايل فيه الدنيا شويه ومعاه الونش. فلو يبقى فيه لعب شويه في الحته اليمين بس فقط، ما يقدرش هو يجازف ويغير عشان خاطر هو برضه عارف هو رايح يلعب فيه. حسين غالب يمتلك يعني خط هجومي من اقوى الخطوط الهجوميه في القاره بقياده مانيه، فهو عامل حساب ده كويس جدا. وكمان احنا برضه عندنا الامكانيات الهجوميه اللي بياخدها محمد صلاح برضه مهمه بالنسبه لنا. البعثه كلها فيها تفاؤل وروح، ان شاء الله المنتخب المصري يرجع بالكاس ان شاء الله. عظيم. الحاله النفسيه بقى اللاعبين عامله ايه؟ وعايز اعرف منك لو وصلنا للاشواط الاضافيه الوضع هيكون عامل ايه؟ والله هو الموضوع هيبقى صعب جدا، لازم الناس برضه تحط في الحسبان ان احنا لاعبين كده مباراه زياده عن المنتخب السنغالي. لما تيجي تبص للامور بعين فنيه بحته هتلاقي انه منتخب مصر لعب 3 مباريات، سواء في التوفار، سواء المغرب، والمباراه الاخيره اللي لعبناها قدام الكاميرون صاحب الارض والجمهور، لعبنا 3 اشواط، 3 اشواط اضافيه يعني 90 دقيقه، فدي مباراه اضافيه زياده. بجانب انه احنا السنغال لعب يوم الاربع، احنا كمصر لعبنا يوم الخميس، فبالنسبه لنا هم مريحين يوم زياده. بدنيا الموضوع مرهق جدا لدرجه ان كروش ما عملش اي تدريبات لمنتخب مصر، يعني اللعيبه كلها كانت بتعمل استشفاء فقط. اعتقد انه الامور بالنسبه لنا بدنيا مش هتكون افضل حال لو وصلنا للاشواط الاضافيه، خصوصا ان المنتخب السنغالي يعني احسن بالنسبه للمباريات اللي خاضها بدنيا مرتاح. بدنيا مرتاح، المباريات اللي خاضها كان طريقهم يمكن في البطوله كان اسهل كتير من طريق المنتخب المصري. عايزك تطمني كمان عن الاصابات، الونش، وكنا شايفين 7 غرز تقريبا، السليه، احمد حجازي، عدد من الاصابات. والله الونش يعني من احد ابطال المعركه زي ما بيقولوا الرياضيه اللي احنا خدناها. الونش راجل وهيلعب المباراه، واحمد حجازي طبعا سافر المانيا لانه عنده مشكله كبيره في العضله الضمه، ربنا يشفيه. محمد الشناوي لا، قدامه وقت لما يرجع. من محمد الشناوي الناس كلها كانت بتقول هيرجع بسرعه، لا، لكن محمد الشناوي من 4 ل6 اسابيع مش هيرجع قبل كده علشان خاطر الموضوع ما يردش عليه تاني. اعتقد ان كل هذه الامور لن تؤثر يعني على اللعيبه، بدليل انه لما اتفاجئنا انه امام عاشور بينزل بيلعب، رمضان اللي ما بيلعبش بينزل بيلعب، مهند لاشين، كل اللعيبه فده امر مهم جدا. وكروش قدر يعمل خطه مميزه للمنتخب المصري، فده كان بالنسبه لنا مهم يعني. طيب سعيد وعفيفي بيقولوا انه ماني مش هينفع واحد بس هو اللي يمسكه. بالنسبه لمانيه ماله؟ بقول لك مانيه هل هيحتاج اكتر من لاعب ان هو يمسكه ولا يكفيه لاعب؟ الموضوع مش هيبقى بالطريقه دي. مانيه بيلعب في ظهر صلاح، فانه ساديو ماني برضه يبقى ليه اكتر من حد يمسكه، نفس الحكايه هيبقى عندنا ان اكتر من حد يمسك صلاح، فالمعادله موزونه، خصوصا ان الاثنين بيلعبوا في ظهر بعض. فبالنسبه لنا احنا هنا ممكن يبقى في تامين وترحيل دفاعي بالنسبه لمنتخب مصر، ده لازم يبقى موجود. يعني ممكن نلاقي منعم ويضم على امام عاشور، نلاقي حد من نص الملعب حمدي فتحي والنني بيضم ناحيه امام عاشور الناحيه اللي فيها شادو ماني، لكن في النهايه هو لاعب من ضمن 11 لعيب، ولكن برضه ليه مميزات خاصه. طبعا لاعب سريع كمان تفرق. بالظبط، هتخليه تفرق عن الناس الاخرين يعني. عظيم. طيب يعني احنا كده مطمنين يا استاذ احمد؟ لا احنا مطمنين ومتفائلين، واحنا كمان يعني احنا مسافرين دلوقتي رايحين الكاميرون، ان شاء الله نرجع بالكاس. وكنت بتواصل مع البعثه، الناس كلها مطمنه، وان شاء الله ان شاء الله الكاس المصريه هذه المره ان شاء الله. احمد، تابعت ماتش الاهلي امبارح وتاثيره النفسي ايه على اللعيبه والنتيجه؟ لا، ماتش الاهلي كان مهم جدا على الاقل بالنسبه للاعيبه الاهلي، لكن اللعيبه المصريين كمان كلهم فرحانين بالانجاز ده، خصوصا انه بيظهر لنا لعيبه جديده، سواء اهلي سواء زمالك، اي نادي بيظهر فيه لعيبه، فبالنسبه لنا ده مردوده بالتبعيه بيبقى ايجابي على المنتخب المصري. اعتقد ان ده تطور بيفيد الكره المصريه، لا بيفيد الاهلي بس ولا بيفيد الزمالك بس، بيفيد جميع الانديه، ومن ثم بيفيد المنتخبات المصريه كلها. طيب ملك التوقعات بقى بالنسبه للتشكيل وبالنسبه للنتائج، قلت لنا التشكيل ان شاء الله متفائل يعني نكسب 2-1. لكن التشكيل زي ما قلت انه امام عاشور ناحيه اليمين، فتوح ناحيه الشمال،
مع عبد المنعم والونش وابو جبل حارس مرمى طبعا، في نص الملعب فتحي النني السوليه، محمد صلاح مرموش قدام مصطفى محمد. لكن 2-1 بتقول الايه؟ النتيجه 2-1. 2-1 ان شاء الله. دي من الكنترول؟ من الكنترول يا رب سهل يا رب يا كريم يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا ان فوز لمنتخبنا الوطني النهارده تكون ليله كرويه مصريه ان شاء الله، يعني وفرحه كبيره باذن الله. استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. نرجع مره ثانيه لضيوفنا سعيد وعفيفي. سعيد، الماتش احنا قلنا انه هيبقى صعب. صحيح. طيب هل مصطفى محمد هيبقى عليه دور اضافي النهارده؟ طيب خلينا انا بتكلم عن مصطفى محمد، اقول تصريح مهم جدا يمكن انا قريته من سنتين او اكتر من روبرتسون الظهير الايسر لليفربول، كان تصريح لافت جدا لما قال ان حينما يتجاوز الخصم فيرمينيو خلينا متفقين ان هو المهاجم رقم واحد في ليفربول او اول لاعب بيقابل ليفربول، حينما يتجاوز الخصم فيرمينيو نشعر في الخلف بالخطر. فانت متخيل لما فريق بس انت الخصم بيتجاوز المهاجم الصريح بيشعر بالخطر، ده تحديدا يحدد لك مصطفى محمد دوره ايه مع المنتخب في هذه البطوله. مصطفى محمد فعليا هو غير مطالب بالمره بانه يسجل هدف او يسجل اهداف، لانه طبيعي طول الوقت بعيد عن مناطق الخطوره لا تتاح ليه الفرص. مش بس كده، مهمته الاساسيه والرئيسيه هي افساد عمليه البناء عند الخصم، بالتالي بيقوم بادوار دفاعيه كبيره جدا. وانا لما باجي ابص على ارقامه فعليا بتفكرني بارقام فيرمينيو في الفتره دي اللي كان بيتكلم فيها روبرتسون على اهميه الدور الدفاعي لفيرمينيو، اللي صنف واحد من ضمن افضل خمس مدافعين. انت متخيل ان المهاجم الرئيسي لليفربول في اعظم فتره هجوميه لليفربول يصنف ضمن افضل خمس مدافعين في البريمير ليج عموما وفق ارقام استقطاع الكره، الكرات الهوائيه، الافساد، الهجمات. فبالتالي اذا هنا الراجل بيقوم بفكره تكتيكيه مهمه جدا، بيدي مساحه كمان للجنبين. صحيح، هو بيعمل ده اولا، يعني في مباراه المغرب بالتحديد برز هذا الدور بشكل كبير جدا في انه طوال الوقت بيحدد رقابه اللاعب اللي بيبقى مسؤول عن عمليه البناء. بس ده بيختلف من خصم للتاني، يعني يمكن المغرب كان اللي بيقوم بالبناء لاعب الارتكاز سفيان مرابط. النهارده السنغال فرقه قادره تطلع بالكوره من خلال كولوبالي اللي هو الديفنس، فهل مصطفى هيبقى مهمته ان هو يدافع من قدام قوي عند كولوبالي، ولا هنشوفه تحت شويه؟ انا بشوف ان مصطفى طول الوقت هينزل تحت لانك بتعرف ان محمد صلاح شويه من العوده، فبالتالي مصطفى محمد بتكون ادواره الدفاعيه اكبر. امتى ممكن يسجل؟ انا بشوف ان ده بيبقى محتاج توفيق اكتر ومكافاه من ربنا على الجهد اللي عمله، لانه فعليا مصطفى محمد واحد من اهم الناس اللي قدمت ادوار تكتيكيه، ولولا هذه الادوار ما كناش وصلنا لهذه المرحله، لان فعليا من غيره هو الخصوم قادرين يصعدوا بالكوره، قادرين يوصلوا ويصنعوا خطوره اكتر عليك. فبالتالي انا بشوف دور مهم جدا. وبمناسبه فكره بناء الكره عند الخصم، عايز اقول ان النهارده في اختلاف كبير ما بين السنغال والكاميرون، بمعنى ان واحنا قدام الكاميرون لعبنا بضغط عالي. الكاميرون قدر يكسر هذا الضغط ويطلع بالكوره، لكن في الثلث الاخير وجد صعوبات في انه يصنع فرص. انما انا النهارده اتمنى ان احنا لو انتهجنا فكره الضغط العالي سواء بمصطفى او بخط الهجوم بشكل كامل من البدايه، لو انتهجنا، انا ما اعرفش هو الراجل بيفكر في ايه دلوقتي، يمكن انا ارجح ان هو ما يعملش ده. السنغال في حال قدرت تصعد او تكسر حاله الضغط عندها العناصر الفرديه اللي تصنع الفرق في الثلث الاخير بخلاف الكاميرون. يعني الكاميرون على مستوى العناصر في الخط الهجومي اقل من المنتخب السنغالي اللي عنده الحلول الفرديه اللي اذا تدرج بالكره وكسر عمليه الضغط. فبالتالي انا اتمنى النهارده ان احنا نبتدي المباراه بضغط متوسط او فوق متوسط، يعني ما نضغطش بعرض بطول الملعب، ما نلعبش ضغط عالي. لان الضغط العالي امام السنغال اذا قدر يتدرج بالكره ولقى المساحه اعتقد ان الموضوع هيبقى اصعب. في ميزه كمان انه في مباراه الكاميرون احنا نستفيد من حاجه، الكاميرون كانت بتعمل حاجه انها بتميل اللعبه في جهه وبعدين تعمل ستريتش الملعب بكروس باس في الجهه العكسيه، فكانت بترهقنا. وده لازم ما ينفعش في هذه المباراه، لان احنا مش هنقدر نجري بمعدل هذا الجهه. بغض عن الضغط العالي لازم يكون مدروس، لانه احنا في مباراه الكاميرون سيبنا لهم الاستحواذ علشان نقسم المباراه نقدر ان احنا نقف على حيلنا لو وصلنا لاكسترا تايم او ركلات ترجيح. لكن في هذه المباراه مش كويس ان انت تسيب الاستحواذ بهذا الشكل، في نفس الوقت تقول انا هقسم المباراه اصلها لو طولت. لازم يكون في استراتيجي انه يكون في جول من بالظبط تقسيم، بحيث انه كمان في نقطه مهمه انه مصطفى محمد يقدر النهارده ان هو يسجل، لانه معظم الاهداف اللي سجلت في المنتخب السنغالي من عرضيات رغم وجود
وهي أفضل بتاعته بقى العرضيات بالظبط. احد افضل مدافع العالم كوليبالي اللي هو موجود في في, في نابولي الايطالي، لانه حتى مباراه بوركينا فاسو الراجل اللي لسه جاي بيراميدز الجديد توري العرضيه اخترق فيما بين السرد باكات، عندهم في مساحات على كيف لو استغلت بشكل تكتيكي محترم فنيا نقدر ان احنا نستغل الاطراف فنكون خطرين جدا عليهم في استغلال لمصطفى محمد سواء بالراسيات او بالقطع فيما بين السرد باكات سواء كوتريا او انه ياخد معاه المدافعين في السكند بول تبقى بتاعتنا، لان احنا كمان مرموش بيكمل بشكل حلو قوي على حدود ال 18. طيب احنا عندنا تفاصيل كتيره ولسه كلامنا ما انتهاش، لكن هنستاذنكم نروح لفاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع من بعد نكمل كلامنا. زي ما قال نجمنا المصري محمد صلاح مفيش حد اهم من المنتخب، والنهارده مصر كلها بتشجع المنتخب الوطني وكل الناس بتدعم المنتخب الوطني ومستنيين انه النهارده نعيش فرحه كرويه مصريه غايبه عننا بقالها فتره. خلينا نرجع لضيوفنا في الاستوديو نستكمل معاهم الحديث، استاذ سعيد علي واستاذ محمد عفيفي، واحنا بنتكلم عن المنتخب كمان والاهلي والزمالك. امبارح شفنا فوز مستحق للاهلي ويعني لعب لعيبه ناشئين يمكن ما كناش نعرف حتى اساميهم ضاغطين وبيلعبوا، شفنا علي معلول واليو ديانج والجول العظيم لمحمد هاني. شفت ماتش الاهلي ازاي امبارح؟ اكيد ماتش كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لاعبين في ظل طبعا الغيابات الكبيره جدا، احنا بنلعب من غير 60% تقريبا من الفرقه. انا شايف ان ده زال الضغط عنهم اكتر، لان هم بيلعبوا بدون ضغوط خلاص، يعني لو الاهلي خسر ما كانش حد هيكلم كتير ولا خلاص حدش هيلوم عليه، ولا نظريه انه المصريين كل ما بيضغطوا بيطلع منهم نتيجه افضل. ده برده جزء مهم جدا، لان احنا لما بنبقى في اسوء ظروف لا بنبقى رجاله حقيقي فعلا، وبنتعامل بشكل قوي جدا، انه اسم مصر وقميص النادي الاهلي المهيب في كاس العالم، انه برونزيه بطوله العالم الاخيره او كاس العالم الاخيره بقطر هذه المره في الامارات بشكل مميز، حضور جماهير كبير. النهارده شفنا واحد بيلعب ليبرو زي محمد المغربي 3-4-3 ومش طاقتها على ارض الملعب من بيتسو موسيماني، لعب بالطريقه اللي تناسب اللاعبين. انا تهيألي التشكيله اللي بيتسو موسيماني بيلعب بيها امبارح دي اول مره يلعب بيها مع بعض. طبعا لانه واحد زي محمد مجدي قفشه بيلعب ارتكاز الى جوار اليو ديانج، ازاي يعني محدش كان يتوقعها بالمره. وانا في مباراه علقت عليها يمكن امام سموحه خسروها 0-3 في الجوله ما قبل الاخيره من كاس الرابطه بالمناسبه في دور المجموعات بالظبط، وكان ايه يعني فكين ومهرولين، واي حد يقول ان التشكيله دي على بعضها محدش ينفع يلعب بيها، ولكن في فتره لعب فيها في كاس الرابطه باللاعبين الناشئين فقط، وكان بيجهز بدنيا اللاعبين الكبار اللي ممكن ان هم يشاركوا في مثل هذه المباريات. لعب بشكل رائع جدا بيتسو موسيماني، محمد هاني توظيفه في المنطقه الاماميه في ناحيه اليمين، ادوار دفاعيه ادوار هجوميه في نص الملعب الهجومي تحديدا، متابعه السكند بول مع العرضيات اشتغل بشكل رائع جدا، علي معلول وتالقه بشكل كبير جدا، احمد عبد القادر وكان شغل رائع جدا، طاهر محمد طاهر واضاع العديد من الفرص. الاهلي قدم مستوى فني استثنائي بلاعبين مش هم اللاعبين المعتاد عليهم ان هم يتالقوا، لكن قدر ان هو يقدم مستوى كبير. هيلعب بالميراس ان شاء الله البرازيلي في مباراه مكرره من سيناريو تحقيق البرونزيه في العام الماضي باذن الله، ان شاء الله هيكون يوم الثلاث الساعه 6:30 مساء بتوقيت القاهره باذن الله. ان شاء الله الاهلي قادر انه يتفوق. وفي ناس كتير بمناسبه المنتخب والنادي الاهلي، السنه اللي فاتت كنا دايما بنتكلم عن انه ضغط المباريات وانه الدوري مضغوط والكلام ده، والله ربما ضرت النافعه، لانه صحيح لولا ضغط المباريات والريتم اللي كان اعلى من الدوريات الاوروبيه صحيح بالنسبه للاعبين المحليين ما كان منتخبنا واقف على رجله دلوقتي، وما كان النادي الاهلي قادر ان هو يكمل. والنتائج الايجابيه دي كمان يعني بتدعم بعض باذن الله. باذن الله، وتكمل النهارده ان شاء الله ببطوله، وباذن الله يوم 12 كمان بوصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه، لانه بيمثل اسم مصر في الاول وفي الاخر. بكل تاكيد. دلوقتي بس نرجع نكمل كلامنا تاني عن استعدادات المنتخب للمباراه النهارده، وهنطير سريعا الى الكاميرون. معانا هناك سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. سياده السفير صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك، عايزين نعرف استعدادات السفاره لاستقبال هذا العدد الكبير من المشجعين المصريين، وهل بدات بالفعل وصول الوفود اللي هتشارك في التشجيع؟ لا الحقيقه لسه ما وصلتش، انا الحقيقه راجع دلوقتي عشان ابتدي اتحرك للمطار، اول طائره هتوصل في خلال الساعه انا عايشها صباحا بتوقيت الكاميرون يعني الساعه 11 بتوقيت مصر، وطبعا في ترتيبات متخذه بالنسبه للطائره دي والتسع طائرات التي ستليها ان شاء الله، لان هو العدد الاجمالي حوالي 10 طائرات،
حوالي اجمالي 3000 مشجع. تسجيل منتخبنا فيما يتعلق بالاعفاء من شرط اجراء بي سي ار في الكاميرون مرتين والاكتفاء بالبي سي ار اللي معمول في مصر. وكذلك ما يتعلق بالتأشيرة الجماعية اللي تم الحصول عليها كل الطائرات الحمد لله. والتفويض في الاوتوبيسات، احنا النهارده عندنا حوالي 50 اوتوبيس من الحجم الكبير عشان تاخد هذا العدد من المشجعين وتفوز مباشرة بمرافقة يعني موكب من الداخلية وسكلات وما إلى ذلك لتسهيل فتح الطريق أمامهم حتى الملعب إن شاء الله. طبعا هم في يعني مشاهد من الحكة بقى واصلة أحضار فترة طويلة في الملعب. صحيح سعادة سفير، طبعا جهود كبيرة بتتعمل لتأمين المشجعين المصريين، وأكيد هذه الجهود طبعا ب يعني توافق مع الجانب الكاميروني. النهاردة الكاميرون هتشجع مين؟ والله أنا بتصور أن الكاميرون في الأغلب هتشجع مصر، لأن واحد من مصلحته أن هو عندما يخرج من بطولة ما اللي فاز عليه يفوز بالبطولة، يعني لم يفوز عليه وحده بل فاز على الجميع وحصل على البطولة، فبيتهيألي هيشجعه مصر. ولكن طبعا يعني بشيء من الحزن، لان مصر هي التي اخرجتهم من هذه البطوله على ارضهم، وهو يعني احساس مؤلم قليلا، ولكن هذا هو حال كره القدم بقى، كل يوم فائز مختلف يعني. سعاده سفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده. نرجع مره ثانيه لضيوفنا سعيد وعفيفي. سعيد، كنا بنتكلم عن البدايل. البدائل اللي نزلوا المباراه اللي فاتت واحداثه فارق، وخلينا نبدا برمضان صبحي. انا بشوف ان رمضان صبحي بيبقى مهم للمنتخب المصري في حاله واحده بس، في حاله ان انت محتاج حد يهدي الريتم شويه، يقف على الكوره شويه، يديك الحيازه، يخفف الضغط الحاصل من الخصم. فبالتالي رمضان بيكون دوره مهم او بيبرز في الوقت ده بالتحديد. لكن على مستوى الفعاليه على المرمى رمضان بعيد شويه، يعني رمضان في الفتره الاخيره مع نادي مش في افضل حالاته. رمضان كمان من النوع اللي بيلعب بعيد عن 18 كتير، يعني هو ادواره في تطوير الاداء الهجومي وصناعه الفرص اكتر بكتير جدا من ادواره في الانهاء. طيب لكن احنا كمشجعين دايما بنقول له انجز يا رمضان. صحيح، ما عشان كده المفروض المره دي يقف على الكوره. هو انت بتقول له انجز رمضان، لان انت في توقيت بتبقى محتاج حسم، بتبقى محتاج فعاليه، بتبقى محتاج النوع بتاع تريزيجيه اللي بيروح على الجون، بتبقى محتاج النوع بتاع زيزو اللي بيلعب بشكل يعني بشكل مباشر على المرمى. فانت دايما بتدور على، يمكن كان ده الخلاف مع كيروش قبل البطوله، ان ليه احمد رفعت مش موجود، لان احمد رفعت كان دايما لاعب ايجابي على الجون وبيروح على المرمى كتير. لكن رمضان لاعب مهم في فكره انه يديك الحيازه، انه يخفف الضغط، ان هو يهدي الريتم شويه في الفكره دي. احمد سيد زيزو هو لاعب مهم في كل الاحوال، هو لاعب مهم، انت عايز تلعب على المرمى، عايز تخلق فرص، عايز تعمل كرات عرضيه، عايز تسدد، عايز تعمل اتزان وربط بين الخطوط. في كل الاحوال احمد سيد زيزو لاعب مهم جدا، هو البديل الابرز في البطوله. يمكن ده لفت نظر الناس كلها، يمكن كنت بتكلم مع فيفي ما بين الفاصل، ان وانا بتفرج على سكاي سبورت المعلق الانجليزي اكتر من مره طوال المباراه فين زيزو، ده وقت زيزو من الدقيقه 75 المعدود الشوط. احنا كمان كنا بنقول كده. صحيح، يعني الناس بره ابتدت تاخد بالها ان ده لاعب دوره مهم جدا جدا. لكن هو كان عنده وجهه نظر كيروش، هو كان زيزو واخد انذار مع يعني التحكيم الغريب اللي كان حاصل في الماتش، لو خد انذار تاني كنا اتحرمنا منه في النهائي. ربما دي فكره من الافكار اللي هو استعان بيها، لكن تغيير زيزو اتاخرت كتير جدا، يعني على الاقل كان يلعب الشوطين الاضافيين، لانه فعليا هو لاعب لا يصنف كبديل، يعني هو مش موجود بره عشان هو بديل، لا عشان هو بيحدث الفارق وبيحدث التغيير في الشكل. فان شاء الله نتمنى ان الدكه تكون فعاله. وكمان النهارده اعتقد كمان ان اذا المباراه طالت ان محمد شريف هيكون ليه دور في اخر المباراه، لان احيانا انت ممكن تحتاج لادوار هجوميه اكتر، فبالتالي محمد شريف هيكون لاعب اقرب للمرمى، مكان مصطفى محمد مثلا او مرموش حسب ظروف المباريات ظروف المباراه. فبالتالي ممكن يكون ليه دور، خاصه كمان ان كيروش قعد معاه بعد المباراه وصالحه، واللعيبه كانت بتغني له في الفندق واحتفلوا بعيد ميلاده، وكان تلوعة عظيمة جدا. مكاسب البطوله الحاله العظيمه، حاله الحب وحاله الالتفاف حوالين يعني احنا كلنا المنتخب، حتى المشجعين، مساله الاهلي والزمالك دي خلاص ما بقتش موجوده. امبارح شفنا الزملكاويه بيشجعوا الاهلي، روح مختلفه وروح جديده كنا مفتقدينها. حتى الكوميكس
هي حتى الكوميكس على السوشيال ميديا. صحيح. لا هي في مبادره جميله من بدري يعني بدون ترتيب يعني هي جت بشكل صدفه. ظروف الاصابات كمان واللي حصل لابو جبل. هي دايما البطولات المجمعه بتجمعنا حقيقي يعني من 2006 احنا دايما البطولات المجمعه بتجمعنا والمنتخب الوطني طوال الوقت فعلا بيغذي فكره الانتماء للبلد بشكل عام وللوطن وبيرجع لك بيرجعك للحاله دي بيفكرك. لا هي كمان مساله انك ما بتشجعش نجم صحيح. واحد حتى محمد صلاح بيقول لك مش مهم صلاح بينسيك انت بتشجعش نجم شجع مصر. صحيح. محمد صلاح ومحمد الشناوي من بدري في لقطته مع ابو جبل منذ الاصابه من اول مباراه الاثنين واقفين مع بعض في المؤتمر او بعد المباراه بيعلقوا الاثنين كانت رسالتهم واضحه احنا ما بنشجعش عندي احنا كلنا هنا بندافع على الوان مصر فبالتالي الموضوع كان واضح وموضوع مش مجرد شعارات لان فعليا الجميع يشعر بهذه الحاله والجميع صحيح. فعلا ملتف حول منتخب مصر والجميع بحاجه للفرحه وربما ده واحد من اهم الاسباب اللي بتخلق لنا التوفيق طول الوقت وبتخلينا نشعر طول الوقت مهما كنا مهزوزين ومهما كنا اقل ان احنا هنكسب او ان احنا قادرين على الفوز ان شاء الله ده يكون موجود ان شاء الله لكن هل قادرين على الفوز يعني في 90 دقيقه بالتاكيد 100% قادرين لو مش قادرين ما كناش وصلنا للمباراه النهائيه يعني حتى لو طولنا في 90 دقيقه نقدر نكسب في 90 وما نوصلش للاكسترا تايم او ركلات الترجيح ولو حصل احنا لها يعني بشكل عام لانه ما ينفعش ان احنا نقول في 90 وبعد كده نقع وده اللي بيحصل مع المنتخبات الكبيره واحنا دايما واتكلمنا فيها اكتر من مره منتخب مصر او الكره المصريه بشكل عام واللاعبين والعقليه بتوع النفس الطويل بتوع البطولات المجمعه بتوع فهم عقليه بعض اللاعبين اصلا وفكره انه المدير الفني يفهم اللاعبين وهو كان محتاج بطوله زي دي باللاعبين الاساسيين مش زي البطوله العربيه، البطوله العربيه زي ما قلنا هو واخد الجرين كارد فكره انه جرب اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، مش عايزين بطوله. خلاص. لكن في بطوله امم افريقيا نيجيريا بس لسوء القرعه نيجيريا ما اديتوش فرصه انه يبدا صح في البطوله، لكن قدر يعيش في عقليه اللاعبين وقدر دلوقتي يقف على تشكيله ثابته، كنا الاول بنقول هو مين هيلعب، دلوقتي بنقدر نعرف مين اللي هيلعب، بنقول ايه الاستراتيجيه بتاعت 4-3-3 وانت مصمم عليها ليه؟ دلوقتي بنقول هو ده الصح هي الافضل بالظبط بنقول ليه وما خدش محمد مجدي قفشه وخد مثلا عبد الله سعيد في نقاط معينه كان صح انه عنده عمرو السوليه هو فاهم قدرات عمرو السوليه الدفاعيه وفكره اتقان اخراج الكوره هجوميا فبدا يخدم على الاداء الهجومي زي ما قلنا ليفربول مثلا هندرسون هو اللي بيخدم على صلاح وهندرسون هو اصلا ديفندر فكفايه انه تخلق من لاعبين اصلا ليهم ادوار دفاعيه فقط لا ادوار دفاعيه وهجوميه مع معدل لياقه بدنيه وادوار دفاعيه قويه يعني يحسب لكروش انه صنع شبكه دفاعيه مختلفه جدا ما كانتش موجوده عندنا بالقوه دي يعني محمد عبد المنعم يمكن في اول البطوله ناس كتير ما كانتش عارفه مين محمد عشان لاعب ظهير ايمن كمان صحيح. ومش في مكانه محمد عبد المنعم كان معار من النادي الاهلي مش معروف مش دارج اسمه قوي لكن هو طور محمد عبد المنعم وطور عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد لما شال مكان اكرم توفيق مكان صعب جدا نلعب من غير عمر كمال لكن امام عاشور انا مؤمن 100% ان امام عاشور هيكون احد ابرز اللاعبين في هذه المباراه لانه لاعبينا بالروح صحيح زي ما بنقول كده بقلب وروح البطوله مش هتروح بقى خلاص احنا وصلنا للفاينل فلا هو طور لاعبين كثر بما فيهم كمان احمد فتوح اللي كان بيسرح هجوميا لا بقى قوي جدا دفاعيا بقى تقيل عمرو السوليه وكمان حمدي فتحي وادواره اللي هتبقى مهمه جدا النهارده في هذه المباراه ريح كمان مباراه ما لعبش مباراه بسبب الاصابه فاللاعبين اللي اصيبوا حتى الونش او كده الراحه دي بالنسبه لهم كانت فايده عمل يعني مساله انه كان بيجري في الملعب وراسه مربوطه وكلها دم يعني دور قتالي مش طبيعي ده الونش على فكره ومن افضل اللاعبين اللي هم بيتحملوا على ارض الملعب وكل لاعبينا بالمناسبه سبع غرز لكن قدر ان هو يكمل والونش كمان شال دور حجازي والاثنين او حجازي دايما اي لاعب بيلعب جنبه بيبقى مطمئن مع حارس المرمى لكن هو خد دور ودور مهم جدا في مكان حساس جدا على ارض الملعب وطمنهم برضه وقدر ان هو صحيح برضه حجازي لاعب تقيل ومهم جدا في الدفاع ولكن الحمد لله لاعبينا البديل زي اللي على ارض الملعب بكفاءه ويمكن احسن علشان كمان بينزل يضيف ومعدل الاعمار 27 سنه متوسط الاعمار مع خبرات كبيره صغار السن كبار القيمه فعندنا خبرات في القاره الافريقيه سواء قلنا اهلي زمالك بيراميدز تقريبا في الفاينلز على طول في نهايات افريقيا للانديه منتخباتنا لاعبين الكبار المحترفين شاركوا في اكتر من مره بطوله افريقيا في افريقيا وصلوا مباراه نهائي في 2017 منهم النني ومحمد صلاح على سبيل المثال فلا في تقل على ارض الملعب مع صغر سن يدينا معدل لياقه بدنيه جوده لعب عاليه ده مهم جدا طيب الوصول للمرمى هل هيحتاج جمل ولا احنا هنشوط مباراه 18 لا هو اعتقد ان منتخب مصر ومنتخب السنغال الاثنين كمان بيراهنوا على فكره ان انت ازاي تستغل خطا الخصم اكتر يعني احنا فلسفه الضغط اللي انت بتقوم بيها يعني النهارده ديالو قلب الدفاع اللي جنب كولوبالي واحد من نقاط الضعف اللي انت في فتره من الفترات اذا اجت
فكره الضغط بشكل جيد واغلقت مسارات التمرير، الراجل ده ممكن تاخد منه هدف النهارده، ما بيطلعش كوره حلوه خالص، ممكن يعمل لك اسيست عظيم جدا النهارده. ففكره ان انت بتلعب ندعمه ده ان الاستغلال اخطاء الخصم اولا، دي اهم مداخل ان انت تقدر تصنع فرص النهارده وتقدر تسجل. وكمان زي ما احنا بنبحث من خلالها على تسجيل، لازم نكون حذرين جدا انها واحده من نقاط القوه عند منتخب السنغال في عمليه الافتكاك والضغط. وساديو ماني بالتحديد شرس جدا جدا في عمليه الضغط، يمكن في مباراه بوركينا فاسو كان هو المفتاح في ده، في ضغط على المدافع وقطع الكوره وعمل اسيست بعدها. فلازم نبقى منتبهين جدا جدا لفكره اسلوب الضغط عند المنتخب السنغالي. الكرات الثابته انا بشوفها في مباراه زي النهارده هتبقى مهمه جدا جدا. المنتخب السنغالي خطر جدا في الكرات الثابته لانه كله اطوال، سواء المهاجمين المدافعين لاعبي الوسط كلهم اطوال ضخم جدا وقادرين انهم وبيلعبوا كرات هوائيه بشكل قوي. يمكن برضو مباراه بوركينا فاسو الاخيره اتفتحت بكره ركنيه، فبالتالي بشوف ان الكرات الثابته هتبقى خطر عليك وخطر عليهم. الفكره اللي احنا بنلعب عليها دايما ومنتخب مصر عشان نصنع فرص، احنا ازاي نخلق مساحه لمحمد صلاح، يعني بمعنى ان احنا ازاي نخلي محمد صلاح في لعب في مواجهه لعب على لاعب. دي دايما بتبقى تجميع اللعب وصلاح بيتحرك في المساحه. صلاح بارق جدا جدا في انه يخلق المساحه ثم يطلب الكره فيها. فالسرعه في التحول والسرعه في التمرير والدقه في التمرير مهمه جدا. اتمنى ان عمر مرموش النهارده يكون في حالته، يعني عمر مرموش لو النهارده استفاق ان شاء الله يبقى في حالته، لان كمان عمر مرموش النهارده في منطقته هيلاقي مساحات. لان ادريسا جاي بيتقدم بشكل كبير، لاعب الوسط المحور الايمن لمنتخب السنغالي بيتقدم كتير ويسيب مساحات وراه، فبالتالي المنطقه دي اللي يقدر يلعب فيها عمر مرموش لو هو موفق في ان هو يلعب بشكل اسرع وان هو يعمل تمرينات بشكل اسرع ويسدد بشكل اسرع. اعتقد ان عمر مرموش ممكن النهارده يقول ان هو جه في الوقت المناسب وجه في التوقيت المثالي. انا متوقع ان عمر مرموش النهارده ان دي تكون مباراته وتكون افضل مباراه ليه قدمها في البطوله ان شاء الله، وان احنا مستنيين منهم كلهم الحقيقه، يعني ذكرى يمكن اكتر من اللي احنا شفناه كمان في كل الماتشات اللي فاتت. عايزه نطمن الناس على الحكام النهارده، الحكم جنوب افريقي فيكتور جومز مفروض انه من الحكام الهايلين. عفيف يطمنا بقى، لانه دايما الناس من بعد المباراه اللي فاتت بقت ايديهم على قلبهم من الحكم. لا بكاري جسامه كان على فكره بالمناسبه، بس عشان الناس تكلمك، بكاري جسامه ما عملش جسامه في التعامل يعني ما كانش هو في اخطاء، كان بيوقف اللعب كتير، وفي بعض الاخطاء اللي كان المفروض انها تحتسب ما لم تحتسب. لكن بشكل عام كحاجات تؤثر على نتيجه المباراه كان ممكن يعمل اكتر من كده، يعني انت عايز كان ممكن، بس هو عارف كويس قوي ان هو كمان جوده هذه المباراه تؤثر على وجوده في كاس العالم قطر 2022. فكان متحجم شغله هو، بس فكره الضغط الكبير والتعامل انه الحكم ده هيحجمنا وان هو مع الكاميرون عمل حاله. وكارلوس كيروش كان ذكي قوي ان هو امتص الحاله دي. انت مع السيناريو ده؟ شايف ان هو خد الموضوع يعني بعده عن اللعيبه وعمل السين ده عشان يطرد ويسيب اللعيبه؟ لا مش مقصوده، بس هو كان بيحاول بقدر الامكان ان هو ينبه الحكم مع الضغط اللي كان موجود. لكن مش موضوع ده خالص، لانه بكاري جسامه خبرات كبيره قوي، فان هو لو عايز يحجم حد لكن نطمن ان شاء الله بان التحكيم النهارده يكون هو الصفوه بكتير. هو حكم الصفوه في القاره الافريقيه ان شاء الله. مباراه بالانضباط التكتيكي الاكثر تركيزا والاقل اخطاء، وباذن الله نحتفل باللقب والكاس والذهب باذن الله. ان شاء الله محمد عفيفي شرفتنا ونورتنا سعيد، شرفتنا ونورتنا ومشكورك جدا على هذه التحليلات. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم وموجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين. وخلال اليوم الثالث من الزيارة عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين الصينيين. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وأجرى الرئيس السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان
ورئيس جمهورية أوزبكستان شافغات ميرزيويف وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني. كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات جانبية مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة، وشدد مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة. وتفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته. كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اليوم الأول من الدورة 35 لقمة الاتحاد الإفريقي والتي تعقد على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واستعرض شكري خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة، منوها في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021. وفي هذا السياق أكد شكري ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية وعدم الاكتفاء برد الفعل. أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية حكومة وشعبا ولداوي الطفل ريان الذي وافته المنية، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان. في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وعدد من الجهات، تم تنفيذ قافلة طبية في جميع التخصصات بقرية شرشابة في مركز زفتة بمحافظة الغربية. وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بإجمالي 443 حالة وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية. وعلى هامش القافلة تم عقد ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة قسم الأورام بكلية الطب. أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني في 9 من مساء اليوم نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكان الفراعنة قد تأهلوا لهذا الدور بعد تخطيهم عقبة الكاميرون بركلات الترجيح، فيما بلغ أسود التيرانجا الدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذا ويسعى المنتخب الوطني للفوز باللقاء وحصد اللقب الثامن في تاريخه، وعلى الجانب الآخر يسعى الزملاء ساديو ماني لحصد اللقب الأول في تاريخهم. نهاية موجز التسعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. استاذ علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن علاقتك بمحمد هنيدي. محمد هنيدي فنان كوميدي على الشاشه وبره الشاشه كمان، فاعتقد ان هو من الناس من كتر الضحك احنا ممكن مثلا نعيد بدل مره 20 30 مره مثلا في مشهد واحد لمجرد الناس جنبه مش قادره تمسك نفسها. لا بص انا هقول لك على حاجه، هنيدي عنده يعني ده ربنا انعم عليه يعني، اولا بالقبول يعني انه مقبول، تاني حاجه انه دمه خفيف جدا جدا يعني. من اول ما تعرفت عليه لما دخل معهد السينما، هنيدي خريج معهد السينما مش يعني عشان الناس تبقى عارفه يعني. فمن اول ما تقابلنا الكيمياء ركبت يعني، احنا بنقعد نضحك يعني زملكاويه بقى زي بعض كمان وبعدين وبعدين بنحب نشجع مصر، بنقول ما فيش ولا اهلي ولا زمالك. انا ما فيش فين النهارده؟ لا 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 كله مصري النهارده. فبن وبعدين وبعدين يعني بنحب تراث السينما القديم يعني، حافظين جمل من الافلام القديمه ومشاهد وحاجات كده، واحنا الاثنين من عشاق نجيب الريحاني. وبنقعد بقى في الكافيتيريا وبتاع وكده، انت عارف معهد السينما اصله دراسه لطيفه يعني، يعني انت بتدرس فن فما عندكش الضغوط اللي هي كده. فانا وهنيدي التقينا في الحته دي. وبعدين انا كنت بحضر مسلسل اسمه البخيل وانا، بطوله الاستاذ فريد شوقي، انا قلت يعني اخراج الاستاذ حسين عماره، وكنا بندور على حد يلعب دور اخو الممثله فاطمه الكاشف وابن الاستاذ حسن مصطفى وامل ابراهيم. ف قلت لهم انا اعرف ولد كويس. هنيدي كان بيمثل في مسرح الجامعه وكان بيعمل مسرحيه، بيشتغل مسرحيات في مسرح الدوله حاجه يعني، ما اعرفش اعتقد الدكتور زعتر كان برضو حد رشحه معانا كده وبتاع، فقالوا لي هاتوا، فقابلته بيهم وقد كان يعني عمل الدور وربنا كرمه يعني، وطلعت وجهه نظري في محلها يعني الحمد لله. فرحت يعني ان انا يعني قلت اختيار كان موفق، قلت ده ممثل شاطر، فيعني ربنا ما خذلنيش يعني، هو الحمد لله دلوقتي يعني نجاحات عظيمه يعني. طيب التعاون مع ياسمين عبد العزيز، نجمه كبيره ياسمين عبد العزيز طبعا، وياسمين عبد العزيز من نجوم جيلها بتشيل فيلم طبعا باسمها طبعا، واخر الافلام معاها كانت الابله طمطو، كانت ابله طمطو 2018 تقريبا. شايف من وجهه نظرك كمخرج ايه اللي يميز ياسمين عبد العزيز عن باقي جيلها؟ اولا الطفوله والبراءه والشقاوه اللي في وش ياسمين عبد العزيز، والناس بتحبها يعني، وياسمين بتروح للناس بشكل سهل قريب، بشكل قريب ما بيحسوش انها بتمثل، ما بيحسوش ان في اصل في احيانا الممثل يبالغ في الاداء فالجمهور يبعد عنه. صح، ياسمين ما عندهاش ده، بسيطة عندها متكلفة وعفوية، فالناس يعني الناس بتحبها كده بينها. وبعدين كمان ياسمين كمان عشان ابتدت كمان في الاعلانات وهي صغيره، ف يعني زي ما بيقولوا كده يعني الجمهور كان بيها. الجمهور كان واخد باله منها يعني. فبصدق ان هي لما جت تمثل كمان وياسمين عملت حاجات حلوه كتير مش معايا انا بس يعني، عملت مع ناس ثانيه كتير. طيب تجربه جده حبيبي مع الفنان محمود ياسين، ليه شايف ان هي ما خدتش حقها؟ اصل دي الفيلم نزل يوم ما اتباعت بورسعيد 1 فبراير. التوقيت المشكله كانت في التوقيت، التوقيت طبعا، التوقيت والظروف اللي احنا عملنا فيها الفيلم كانت ظروف قاسيه جدا يعني. ودي انا اشكر شركه الانتاج، لان شركه الانتاج كل الناس توقفت عن الانتاج بعد الثوره، كل الناس وقفت يعني، حتى المسلسلات اللي كانت داخله في ذلك الوقت توقف انتاجها. اللي حصل بعد كده ان شركه الانتاج قلت لهم يا جماعه احنا في ارتباك، الدنيا مش باينه ومش معروف بقى السينما ايه، الفيلم اللي هيخلص ده هيتعرض امتى؟ فالناس قالوا لي لا هننزل نصور، فكنا بنصور حتى لما كان بيبقى في حظر تجول لحد الساعه 4، احنا كنا بنشتغل مثلا من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 3
وبعد كده دايما المصريين يعني شركة الإنتاج بطلة إن هي كملت تصوير الفيلم. احنا كنا بنصور 4 ساعات طبعا الفترة ما كانتش سهلة وكانت طبعًا. ظروف التصوير وكانت كمان مشاهد الفيلم فيه مشاهد كانت فيه مشاهد في التحرير وفي مشاهد في وسط البلد وانا صورتها كمان صورتها فكانت ظروفه الى جانب بقى بعد ما خلص الفيلم لما جينا ننزل عرضه نزلناه يوم الماتش ده فالدنيا راحت مقفوله تاني طبعا عمرنا ما بننسى انما هو فيلم انا سعيد جدا طبعا بتجربتي مع 2 فنانين كبار جدا العظيم الراحل محمود ياسين العظيم حقيقي وحبيبتي جدا 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 رقه السينما المصريه وسمراء الشاشه لبنى عبد العزيز حاجه يعني انا ما كنتش احلم بصراحه يعني انا كنت ببقى قاعد كده مش مصدق وانا في التصوير ان انا بشتغل معاها مش مصدق يعني اقول لها اكشن اقول لها ميزانسين ايه تعمل ايه والف كده اجي اقعد جنب المونيتور اقول لبنى عبد العزيز من حواء واسلام التاريخ والوساده الخاليه اسمي يعني الفيلم باسمي هيتحط جنب الاسامي دي انا محطوط يعني انا هيتعمل افيش او يتعمل الفيلم يعني بطوله لبنى عبد العزيز واخراج علي ادريس ده مش يعني في حاجات ما بتحصل لك مره واحده يعني. طب عايز اروح مع حضرتك لاول فيلم ابتديته كمخرج اصحاب ولا بيزنس ويمكن كان فيلم جريء وجديد ومختلف واعتقد انه يعني ساعتها الناس كانت مجمعة عليه والفيلم نجح بطريقة كبيرة جدا 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 مع انه كان بيناقش مشاكل يمكن كانت جريئة ما فاكر ما كواليس اصحابه ولا بيزنس ازاي؟ لا هي كواليس اصحابه ولا بيزنس هو المشكلة يعني المشكلة كلها كانت في ان الفيلم ما كانش كده ما كانش مكتوب كده الفيلم اتكتب كده يعني اتكتب بعد ما سافرنا بيروت ورحنا مخيمات عين الحلوة بتاعت الفلسطينيين كانت يعني اخواننا يعني اللبنانيين وعائلات فلسطينيه اشقاء يعني ساعدونا في ان احنا نشوف تفاصيل صغيره قوي من حياه الناس في المخيمات فاحنا تاثرنا جدا انا والدكتور مدحت العدل ورجعنا قلبنا الفيلم خالص يعني خلينا عمرو واكد البطل جهاد ده الشخصية الدرامية اللي احنا هنبني عليها الفيلم واعتقد ان احنا لو كان عندنا وقت اكتر احنا كان ممكن شكل الفيلم ده كله يتغير بس طبعا كانت يعني شجاعة من شركة الانتاج ان احنا رحنا صورنا يعني مظاهرات يعني في مظاهرة صورتها حقيقة كانت مظاهرة بجد يعني لان الاشقاء الفلسطينيين كان كل يوم جمعة بعد الصلاة بيعملوا مسيرة كبيرة جدا في المخيمات كلها مش في المخيم عين الحلوة بس اللي في بيروت لا في المخيمات الفلسطينية كلها فنزلنا صورناها فلا الفيلم كانت حاله شجن كده يعني ما اعرفش طلعت هي الحمد لله ان الناس حست بيها يعني طيب كتير مخرجين بيقولوا الايام دي ان احنا بنعيش فتره فيها ازمه ورقه هل احنا فعلا عندنا ازمه في كتابه السيناريو اكيد عندنا ازمه طبعا 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 اولا احنا مشكلتنا الكبرى ان احنا بقينا ننقل يعني اصبح هناك كتاب سيناريو بياخدوا الفيلم الاجنبي ينقلوه بجمله بدون معالجه حتى بدون معالجه بدون انه ما يخشش حتى يغير خط ومخرجين هم بيدافعوا عن وجهه النظر دي بانه انا يعني قاصد ان انا اعمل ده انا مش داخل اعدي فيه لا 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 اولا هو ما فيش موهبه في الكتابه فبيروح ينقل بيستسهل يعني وكذلك مع المخرج لان السيناريست لما هيجيب لي فيلم متصور هخرجه بنفس الطريقه اللي معمول بيها فلازم تشوف هو عامل ازاي فالمخرج والسيناريست بيجيبوا الفيلم الاجنبي ده يكتبه وده يخرجه بنفس الطريقه بصرف النظر الفيلم ده انت هتقدر تدخل فيه ايه ما احنا طول عمر السينما المصريه بتاخد من الاجنبي ومصرنا افلام كتير كان التمصير احيانا بيبقى احلى من الفيلم الاجنبي يعني لما تشوف حضرتك فيلم البحث عن فضيحه الاصل الامريكي بتاعه اللي هي مرشد الرجل المتزوج المصري احلى منه بكتير
لما تشوف فيلم ظهر الصبار وتشوف نص ساعه جواز تلاقي المصري احسن بكتير. فاحنا كنا شطار، كان عندنا تجارب ناجحه، كان عندنا شطار، ناس شطار في الاقتباس يعني او في التمثيل، ازاي يقلبه يخليه مصري. ده مش موجود دلوقتي خالص. طيب حضرتك ممكن تشتغل في فيلم زي ده مش اللي بيتم تمصيره او بيتم مثلا معالجته عشان يناسب مجتمعنا، لا، الفيلم اللي هو بيتاخد كوبي زي ما حضرتك قلت، بيتاخد هو جاهز، فالمخرج بيروح يشوف متصور ازاي عشان بقول لحضرتك في التصوير بيحطوا الفيلم الاجنبي. حضرتك ممكن تعمل حاجه زي دي، بيحط الفيلم الاجنبي علشان المخرج يقول للمصور بص الفريم ده احنا عايزين يعني مفيش اي ابداع، مفيش اي فكره، احنا بننقل بس. فده مش ده ما يطلعش فيلم كويس. فالورق دي مشاكله، انت ما لازم يعني في كتاب كويسين وفي ناس موجوده، انما الـ السوق بيفرض عليك نوع معين من الافلام دي اللي بتنتج، انما مش انما اكيد في كتاب، اكيد في كتاب كويسين بس ما يقدروش، مش عارفين يعدوا يمشوا مع السوق، لا مش عارفين يوصلوا حتى. انا في ناس بتكلمني مع ما تعرفش تليفون حد، وبيروحوا المكاتب يمشوهم حاجات كده يعني بيلاقوا معامله، مواهب مش عارفه توصل، معامله قاسيه. طب اقرا وقول له حلو او وحش او كده، انما هي الفكره كلها ان انت نوع معين هو السائد، هو ده اللي المنتجين عايزينه وكذلك الجمهور. طب استاذ علي، حضرتك عندك تفضيل للاعمال الكوميديه، لانه اعمالك يعني في منها كتير اعمال كوميديه، هي كلها، انا ده تفضيل شخصي ولا ده اللي كان؟ لا 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 لا، انا بحب الفيلم الكوميدي. انا 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 بصي هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، الفيلم الكوميدي عايز بساطه في الاداء. واحنا للاسف اتربينا على ان احنا ندي جوائز ونعطي اهميه كبرى للمبالغه التمثيليه وللافلام اللي فيها صريخ وصوت عالي. الفيلم الكوميدي ما فيهوش الكلام ده، الفيلم الكوميدي ابسط، الفيلم الكوميدي اعمق، الفيلم الكوميدي بيتكلم فيه حاله انسانيه كده ما بين واحد وصديقته، صديق وصديقه، اسره يعني فيلم ام العروسه ده في ايه ما فيهوش صريخ، ما فيهوش صريخ. الراجل بيعاني وعايز يجوز بنته وعنده 7 عيال ومش عارف يسرق ولا لا ولا يعمل ايه، انما انت لا ترى، سوري انا اسف، انت ما بتشوفيش عماد حمدي وهو بيصرخ. عماد حمدي ما بيروحش يخبط في البيت صح. ويكسر الحيطه ما فيش الاوفر في الاداء زي اشاعه حب، يعني كوميديا رهيبه وانت لا مش لا انا لا اشاعه حب قولي لطيف، لا انا بكلمك على فيلم في ازمه، يعني البطل بيعاني من ازمه المال، ازمه غلاء الاسعار ومش عارف يجهز بنته وعنده لسه غيرها كتير، او موصلك الاحساس ده ببساطه، انما الاداء عامل ازاي؟ شوفي الجمال، الطريقه دي للاسف احنا ما بنحبهاش وما بنديهاش تقدير، احنا على طول نحب الصريخ ونحب المزيكا تبقى عاليه ونحب التخبيط يبقى جامد ونحب الممثل يبقى رعب يعمل كده، والممثل بيحب الكلام ده كمان لان هو كمان بس بيستعمل. مش بيعيش ما ده كبير وسنه زي ما حضرتك قلت سنه سنتين وخلاص. ما هو اللي بيبقى في الاخر اللي بيبقى في الاخر العمل. احنا النهارده بنتكلم على ام العروسه اللي فات عليه 60 سنه انما في افلام من 5 سنين انت ما بتعرفهاش ولا هتعرفها، وخدت جوائز وتسقيف وشهادات تقدير وتماثيل انما اتحطت في الدرج. اللي يبقى العمل، اللي يبقى الشريط السينمائي. استاذ علي، تم اختيارك في لجنه التحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي للافلام الروائيه اللي هيتعمل في مايو اللي جاي. يعني ابونا بطرس دانيال يعني اكرمني طبعا وشرف وشرفت ان هو اختارني رئيس لجنه التحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي لهذا العام يعني. ان شاء الله. طيب مين من المخرجين الحاليين الشباب الصغير اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يكون حاجه قدام؟ والله كتير، انا بتفرج على مخرجين كويسين كتير، يعني ما م م م مش عايز اقول فلان او فلان، يعني مش عايز اقول حد بالاسم يعني،
انما انا شايف ان المخرجين والمصورين في السينما حاليا عاملين قفزات جيده يعني شطار بمعنى شطار قوي في التكنولوجي وشطار في ان هم في الفريم وفي حركه الممثل وفي حركه الكاميرا كل ده جميل بس هم مشكلتهم مش قضيتهم هم يعني مش مشكلتهم الورق ما بيساعدهمش خالص الورق مش مبين امكانياتهم. طيب في تعاون جديد في فيلم ويك اند كنا بنتكلم مع حضرتك عايزين نعرف التفاصيل وده برده مع الاستاذه زينب عزيز وانتاج هشام عبد الخالق بيوم فؤاد ومصطفى خاطر وهنادي مهدنا وصابرين ومجموعه كبيره احكي لنا بقى اخر اخبار الفيلم والله والتحديد. الفيلم ده بس هقول لك على حاجه الفيلم ده احنا كنا شروعنا يعني في ان احنا نبتدي فيه شهر 8 اللي فات وفضلنا ماشيين هو الفيلم ويك اند هو في الفيلم في الاخر بلاجات يعني فلغايه ما دخلنا يناير وبعدين فوجئنا بدرجه الصقيع العظيمه ديت والجليد وكده فراح مننا الفيلم يعني احنا كنا عايزين نصوره في اواخر الصيف بس للاسف يعني على بال ما الدنيا اتظبطت وممثلينه كتير وعلى بال ما اخترنا الشخصيات واتفقنا معاهم وكده فده خد وقت فان شاء الله ان شاء الله ادخلوا الشهر 3 شهر مارس اللي جاي بنبارك لك طبعا عليه وهنكون في انتظار يا رب يا رب يطلع فيلم حلو اتمنى انه يعجب الناس ان شاء الله احنا متعودين من حضرتك على كل حاجه حلوه فان شاء الله باذن الله فيلم حلو ناجح شرفتنا ونورتنا الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير الف شكر ليك يا فندم شرفنا بوجودك والنهارده كلنا نشجع مصر وننبسط ان شاء الله ليله مصريه كرويه يا رب ان شاء الله فرحه كبيره مصر مصر ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحضرتك على وجودك معانا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا معاكم النهارده كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وشاذلي وليندا وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر شجعوا مصر النهارده بكل يعني قوه وان شاء الله الكاس من نصيبنا والفرحه تكون مصريه باذن الله ان شاء الله باذن الله كل اللي احنا بس عايزينه ان احنا نفضل ورا المنتخب احنا بنشجع مصر احنا بنرفع اسم مصر اي لاعب في الملعب عارف حاجه زي دي واحنا كمان عارفين حاجه زي دي كويس وكل المنتخبات اللي بتقابلنا عارفه هي بتقابل مين ربنا يصبح حضراتكم دايما بالخير والعافيه